دايما احنا مع اولادنا بنتابع دايما نموهم الجسماني، طول، قصر، تخن، رفع، لكن احنا دايما في حاجة مهمة جدا مش بتابعها، هو النمو النفسي. النمو النفسي ده هنعرف ايه هو وازاي نتابعه، ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها لو في تأخر مع ضيفتنا دكتورة سحر سيد، دكتورة الصحة النفسية. اهلا بيك يا دكتور اهلا معانا، وسهلا وكل سنة بحضرتك. وانتي طيب. حضرتك طيبة. اهلا وسهلا. يعني ايه بقى النمو النفسي؟ النمو النفسي زي ما حضرتك قلتي ان المتعارف او المعتاد ان احنا بنخلي بالنا، ماما بتركز على الطفل من الشهر السادس مثلا، هتبتدي تهتم ان هو يبقى فيه فيتامين واقفه يحبي، فبندور بقى على النمو او التطور الطبيعي للحاله الجسميه للطفل. بس احنا برضو كمان معانا النمو النفسي ده مرتبط بقى من يوم الميلاد، يعني منذ الولاده بتاعت الطفل يبتدي عنده بقى مراحل النمو النفسيه. زي ايه؟ زي ايه؟ بس خلينا قبلها في حاجه كده بسيطه، ان احنا عندنا جهاز نفسي هو غير مرئي ولكن ليه دور فعال للانسان، يعني هو يعتبر هو الدينامو اللي بيحركه. ايوه، نفسيتي وحشه ما اعرفش اعمل اي حاجه. تمام. فاحنا بقى عندنا الجهاز النفسي ده فيه 3 مراحل، فكل مرحله ليها دور بتبتدي فيه وينتهي عند وقت معين يبتدي المرحله اللي بعدها. نقول حاجه بسيطه على الجهاز النفسي، احنا بنقول عليه ان هو بيتكون ما بين الهو او الهو والانا والانا الاعلى. الهو ده بقى اللي بيبتدي اللي هو اشباع رغبات دون الضوابط، يعني ما بيبصش لمعايير المجتمع، ما بيبصش على الصح واللي ما يصحش، المفروض واللي مش ده في مفروض. العموم يعني في كل المراحل السنية، ولا احنا بنتكلم على الصغيرين لا هو عامة عامة؟ الجهاز بيمر فيه كده 3 مراحل. المرحلة الأولى دي اللي هي out of control، إشباع فقط لا غير، بيدور على إشباع حاجته هو فقط دون الرجوع لضوابط، ينفع ما ينفعش، صح ما يصحش، أنا وبس. تيجي بقى مرحلة الأنا، دي بقى المرحلة المتوسطة اللي هو ايه، بيقول له حاضر ماشي اهدى شوية انا هشوف طلباتك، بس نخلي بالنا من المجتمع اللي حوالينا. الانا الاعلى ده بيبقى دايما مثالي، عايز الحاجة الصح دايما تبقى ناس بيرفكت. كتير. الانا بقى بيبقى دور المصلح ما بين الاتنين، ما بين الهو وما بين الانا الاعلى، انا هراضيكم انتوا الاتنين، بس بيطلع في شكل الانا اللي هو انا بدور على اشباع احتياجاتي بس بطريقة مقبولة. تمام. نيجي بقى مراحل النمو. مراحل النمو بتبتدي من يوم الميلاد الطفل، وهي عبارة عن 5 مراحل: مرحلة الفمية، مرحلة الشرجية، مرحلة القضيبية، مرحلة الكمون، مرحلة التناسلية. التناسلية دي بقى بتبتدي من فترة البلوغ لحد مرحلة الشيخوخة. تمام. لو في مرحلة من ال5 مراحل دي ما عديناهاش بطريقة سليمة بتفضل قاعدة معانا، واحنا بيبقى في اللاوعي احنا مش عارفين سبب التصرف ده سببه ايه. يعني زي مثلا عايزه تقولي زي الاطفال مثلا اللي بيفضلوا فتره طويله يا اما بيحطوا ايديهم في بقهم ايوه او يقعدوا فتره اطول يرضعوا، مش كده؟ تمام. يعني دي حاله من الحالات. دي المرحله تمام. الفميه. في المرحله الفميه سلبيه وساديه. السلبيه اللي هي الرضاعه الطبيعيه، ان طفل من تبتدي من عمر اليوم لعمر السنه، وفي بيبقى اللي هو المتوسط بتاعنا من سنه ونص لسنتين. الفتره دي الطفل ما يعرفش حاجه غير عن طريق بقه، بيتعرف على كل اللي حواليه عن طريق ايوه، بقه. نقول كل شويه ما تسيبوش حاجه في الارض احسن ياخدها يحطها في بقه، يعني يلقطوا حاجه في الارض يحطوها في بقهم. دي مرحله الاشباع فميه. الاشباع بتاعه عن طريق الفم. ايوه. ما بعرفش اعمل حاجه غير ان انا ارضع، حتى مثلا تبقى ماما تقول انا دلوقتي مرضعه، بس هو دايما عايز حاجه في بقه. فنيجي بقى بنحتوي الموضوع ده ايه، دايما ماما شايله، دايما ماما مطبطبه. في نقطه احيانا بنختلف مع ماما فيها، ان تقول لي ما اصل انت عودتيه على الشيل، اصل هو ايوه كل ما يبكي انت عايزه تشيليه. طب ما هو بيبقى فيه احتياج، انت دوري على ما انا لسه بدائل. كنت عايزه اقول لك، ما هو الاحتياج ده بيجي على دماغنا، ما انا برضو هو مش كل ما هيعيط هشيله يعني، لكن في اولاد بيتعودوا فعلا بالتعود ده، ممكن تاخدونيه وهو قاعد جنبك مش تمام. ضروري ما احنا تشيليه. بندور على بدائل، ايوه. وبدائل تبقى ترضي الطرفين، بس اهم حاجه ان انا اخدت المرحله دي. هنيجي بقى مرحلة اللي هي الفمية السادية، واحنا عارفين ان الشخص اللي بنقول عليه سادي ده اللي هو بيتلذذ بالتعذيب، اللي هو عنده اللذة مرتبطة بالألم. طب بالنسبة لطفل ازاي؟ فمية وسادية، ال6 شهور التانية، يعني احنا خلاص ال6 شهور الأولى ده رضاعة فقط لا غير وكل حاجة على بقه. المرحلة التانية بقى المرحلة بيبقى فيها التسنين،
يبتدي الطفل بقى ايه يقعد يقول بقى اه ده في اي حاجة. وجعاه، حاسس بألم، فعايز دايما يقعد، فيبتدي يقعد في ماما اثناء يقعد في اي الرضاعة. حاجة، بنقعد في اي حد. هيبتدي اللي هو إيه، ماما هتبعده مثلا، او اللي هو هتقوم ان كده غلط، لا انا انت وحش او انت نوتي الكلام ده كله. فهو هيبقى مش فاهم، مش مدرك انا برضي او بعمل راحة مؤقتة ليا، انا حاسس بألم فانا عايز اقعد. طب نديله عضاد؟ ندي العضاضة ده تمام اوكي، احنا بنخط المرحلة دي لان برضو مرتبطة بالفم. لو هو ما يعني ماما ما وصلتلوش ان بدائل بطريقة يعني امان وفيها اريحية، وفي نفس الوقت انا مش بزعق، مش بيبقى الرياكشن وشي اللي هو انا متضايقة وغضبانة منك ان انت بتعمل التصرف او السلوك ده، لا احنا بنعرف او بنقوم بطريقة بنطبطب، لان يعني هي وسن السنة يعتبر او من 6 شهور التانية هو لو ملقاش حاجة يعض فيها يقعد يعض في ايديه. هيعض في ايديه. هو هو يعض، بس هو احنا بناخدها كأمهات بقى وكخبرة من أمهاتنا، ان هو اللثة الدراجيلا بتاعته بتوجع قدراديره، ايوه، ايوه بتوجعه، فهو عايز يعني عايز زي كأنه بيهرش فيها يعني. تمام. بس لما بيجي بقى مرتبط بعلاقته بالرضاعة، ونلاقي مثلا ماما اللي هي بتبعده او بطريقة جامدة ان هي حست بالألم، فهو مش مدرك. طب هو انا بريح نفسي، بريح بطريقة مش طب يحصل له ايه يعني؟ مناسبة. الآثار النفسية بقى للمرحلة الفمية، أحيانا في بعض الأطفال تلاقيهم كبير وحاطط صباعه في بقه، أي حاجة في بقه، فتيجي ماما تقول هو على طول دايما يعمل الحركة اللي بتضايق الأمهات ايوه كتير قوي، طبعا. وأنت كبرت وعيب والكلام ده كله. بنيجي ندور على مرحلة العمر من يوم لحد السنتين، كان أخباره معاكي إيه؟ الفطام بتاعه كان تم بطريقة سلسة ولا الفطام عن طريق، لان الفطام دي اول صدمه للطفل، ايوه صح، اللي هو انت بتبعديني، انت مش عايزاني، انت ما بتحبنيش، صعبة. ايوه مش فاهم ان خلاص انت السن ده خلاص خلاص انت بيبقى فيه كبرت بقى تاكل. مرحله تانية، داخلين على مرحله تانية. فلو ما عدتش مرحله الفطام بطريقه سالي. سلسه وسهله ومظبوطة والانسحاب وصحية. التدريجي، انت بتدخلي له اكل، فبيبقى خلاص بيبقى عملية ارتباطه بيكي بتقل، فترة الرضاعة يعني عدد المرات هتقل، مدة النوم بتاعته هتبقى أطول لأنه خلاص بقى أخد وجبة، فهيبقى فيه إشباع، فهنام فترة طويلة، هدور إن أنا أقوم ألعب. فاحتياجه الماما هو نفسه بيدور بقى خلاص أنا المجتمع بتاعي أو دايرتي بتكبر. مرحلة الفطام تمت بطريقة سلسة، خلاص احنا عدينا مرحلة السلام في أول مرحلة تمام. الناحية النفسية. لا ما كانش مرحلة كانت صعبة، يبتدي الطفل ثقته بنفسه تبقى مهزوزة، يعني هنقول ثقة وسنة، لا انت دوري بقى شوفيها بعدين. هو فعلا احنا ما بناخدش بالنا من الحاجات دي، بس ممكن اقولك ان من ضمن الحاجات اللي انتي بتقوليها حاجات امهاتنا بتقولها لنا، جداتنا، صحابنا، الحاجات دي بنبقى بس ما نعرفش نصنفها ان دي النمو النفسي للطفل، مش تمام. كده؟ ثقته احيانا بيبقى تابع وينساق قدام اي حد، متمرد، علاقته بالاخرين، العض اللي كان بيحصل في المرحله الثدييه، يقول لك هو رعاية العضاد. ولاقي الرفض اللي هو بطريقه موجعه ليه، بيبقى احيانا بينشا اللي هو بنقول دي بدايه بذره العدوان عند الطفل. لما كان بيرضع ويقعد ماما، فماما بتبعده بطريقه مش كويسه رخمة. فبتخوفه فبيبكي، فخلاص هو ارتبط ما بين ان الاشباع عندي مرتبط اللي هو بالعنف. اللذه قصادها في الم، فخلاص بقى دي اول كل بذره الأطفال العلاج. بيحصل لهم كده؟ لا ولا أطفال معينين اللي ممكن يأثر فيهم هي وأطفال ما الاستعداد يأثرش؟ النفسي دي بتختلف من من شخص طبيعه، من التاني. والعامل الوراثي ليه دور، ان هو بيقول لك ده حساس اصلي هم كلهم أيوه كده من ابسط كلمه او اقل كلمه فبتلاقيهم انهاروا. أيوه أيوه في استعداد او في فروق فرديه ما بين اي حد، ولكن احنا بنحط اللي هو الاساسيات، نخلي بالنا علشان ما يحصلش معاكي كذا. طب حصل، عدى بسلام، طب الحمد لله ان الموضوع ما وقفش عند النقطه دي. نيجي بعدها بقى المرحله الشرجيه، وهي مرحله ضبط عمليه الاخراج. كل ماما بيختلف طريقتها ان انا بعلم ازاي طفلي على البوتي. في ماما اللي هي بتبتدي مرحلة صعبة قوي. من سن السنتين للثلاثة او من سنة ونص لثلاثة، في الفترة دي بقى بتبتدي مرحلة تانية، اني بدور على
خلاص خلصنا المرحله الفميه او اللي هي استخدام البق، لان في السن ده بيبتدي الطفل يتحرك، بيبتدي يلعب، ايوه بيبتدي اللي هو خلاص في مثيرات تانية، بيدور او يلاقي حاجات كتير في طريقه. ونبتدي بقى نشد ونعمل ونلخبط والكلام ده كله. فتيجي بقى ماما عايزه تدربنا على عمليه الاخراج، فهل يا ماما بتتبع الطريقه او الاسلوب ازاي ان انت تعلمي طفلك؟ طب ما هو احنا هم كلهم في البدايه هم كلهم هيتعلموا، بس هيتعلموا ازاي؟ فماما احيانا في امهات بتبقى مستعجله من سن 6 شهور و7 شهور، تقول انا عودته ان هو يقعد على البوتي. برافو يا ماما، جميل، بس علمتيه ازاي؟ ازاي بقول لهم الطريقه الصحيحه؟ إيه الطريقه اللي احنا اول حاجه لما بيحصل عمليه ان الطفل بيعمل الحمام في اي مكان، ما بتيش ان انا اوبخ بطريقه انها تصدم الطفل، هي العمليه شاقه ومتعبه، مقلعته يعني هي العمليه متعبه تمام، ولكن عليا ان انا اتقبل اي شكل من الاشكال في التعامل مع الطفل. مسؤوليه. فكرتيني بالذي مضى. لا هي صعبه ورخمه بصراحه. صعبه ورخمه، ولكن انا بحفزك ان انت لما انا بوريك مره واثنين وثلاثه ان هو ده المكان المناسب. عملنا مره صح. بصي انا دايما كنت اقول انت بتبقي خلاص حافظه ابنك تمام. عارفه ان هو لما بياكل تمام. بيحاول يعمل مع عمليه الاخراج بعدها بنص ساعه على طول كده، فانت بتبتدي تاخديه تحطيه في المكان المناسب. جميل. بحيث ان هو يتعود على ان هو يعمل كده بعد ما ياكل. جميل. ما تصحيه من النوم، لما تشربيه حاجه، فانت خلاص بتبقي عارفه المواعيد فبتعوديه على ان هو يعمل كده، ودي حاجه من الحاجات الكويسه. جميله قوي ان انت حضرتك بتظبطي الساعه البيولوجيه. أيوة. لجسم الطفل، ان بعد اول وجبه بيدخلها الطفل بعدها بكام وقت بالزبط. بيحصل عمليه الاخراج. أيوة. ودي بتبقى ثابته عند الطفل، يعني في طفل طبيعته بعد نص ساعه، بعد ساعتين، بعد ثلاثه. أيوة. ماما قبلها بنص خلاص ساعه خلاص انا ببقى عارفه، وبعدها بنص ساعه. يعني مثلا الطفل بيعمل عمليه الاخراج بعد الاكل بساعتين، انا من ساعه ونص ابتدي اتحرك بقى، بنلعب، هناخد عروسه، هناخد البيبي ونقعد العروسه على البوتي. أيوة. والعروسه هي اللي عملت، وبرافو، وهنكافئها. صبر ايوب. هي عايزه صبر فظيع. هي البدايه كده، هرتاح بعدين. ايوه. لكن هنفضل نعافر مع بعض. احيانا لو طفل عنيد هيجيب، ما عرضش عليه كل شويه او كل فتره حيزة. ان هو يدخل التويلت هيزق. لا مش كل شويه، يعني قصدي ان انا على فترات اصحيه من النوم ادخله التويلت. يعني اعمل كده. ما لو حضرتك ظبطنا الساعه وعرفنا التوقيت عند الطفل، خلاص دي بيبقى خلاص بتبقى ماما مرتاحه. قبلها بنص ساعه لحد بعدها بنص ساعه بنفضل رايحين جايين. عملنا مره صح. ماما مركزه دي. عملنا مره صح، هنكافئ وهنقول بقى لكل اي حد داخل عندنا هو شاطر، هو عمل كذا، هو برافو عليه، ونمدح بقى فيه. لكن ان انا اوبخ انت عملت كده، طب انت مش عارفه، وهنبتدي ماما احيانا بيبقى فيه ازاء اللي هو العقاب البدني. لا بعيد عن العقاب البدني، في اطفال ما بيجوش بالسهوله اللي انت بتقولي عليها دي ولا بالذوق اساسا. طيب هو احنا خلينا كلنا ان التعزيز الايجابي هي دي اسهل طريقه، بالذات مع لو طفل عنيد او دماغه ناشفه. أيوة صح. احيانا في طفل بتكافئيه بعد السلوك الصح، وفي طفل لا تكافئيه قبل السلوك، وده بنلجا لما يبقى الطفل معانا دماغه ناشفه شويه فنقول له ماما عززي عنده، نكافئ. ايوه. طب عمل، طب ما عملش، ايوه، ما نعاقبش، نستنى محاوله تانية، محاوله تانية. لحد ما بتيجي خلاص بقى انا مديالك مكانتك ودورك في النقطه دي، فيعني انت كده ما تجيبش الاخر بتاعنا. وعلى فكره الاطفال بيفهموا، يعني اذكياء جدا ان هم طبعا يفهموا العقاب والثواب والتحفيز وكل حاجه. طيب دي المرحله ايه؟ المرحله الثانيه اللي هي المرحله الشرجيه. طيب ماما عرفت تخطي المرحله دي بسلام وامان، وما سبناش اي مشكله عند الطفل، تمام اوكي. لو ما تخطيناهاش بامان يحصل ايه؟ لو ما تخطيناهاش طفل بخيل. بخيل. لان طفل عنيد دايما بيدور ان هو يبقى، شفت اللي بقول ده طفل حد استفزازي هو لحد ما يكبر. ايوه. طب ليه علاقه البخل بده بالظبط؟ علاقه البخل، انا
انت دايما بتوبخيني على حاجه مستنياها تخرج مني، طب انا مش هديها لك. فبالتالي خلاص بقى انا بقيت اللي هو ايه الشحي او البخل، انا مش هعمل عشان لا يبقى ده ولا ده، صح؟ وهو كده كده هيعمل غصب عنه، ولكن اللي هو انت بتعاقبيني على الحاجه دي انا مش هطلعها، انا مش هديها لك. فانا مش هديها لك هتبقى في كل حاجه بقى. مش هديها لك في عاطفه، مش هديها لك في تعامل، مش هديها لك في ان مساعده، لا، وابتدي عندك اعرف خلاص الحاجه اللي بتضايقك واعملها. دي حاجه مرتبطه بالمرحله دي. تمام، احنا قلنا البخل وايه؟ البخل والعناد، ان يبقى طفل عنيد. ان انا عارف فين اللي بيضايقك وانا بعمله. طب هو كل طفل عنيد بيبقى سببه ان المشكله في المرحله دي؟ لا، مش سواء، احنا قلنا بقى ولكن بتختلف من طبيعي. شخص للتاني، طبيعي من طبيعه الطفل. المرحله اللي بعدها ايه؟ المرحله القضبيه، وهي بقى بتبتدي المرحله من 3 سنين لحد سن 6 سنين. القضبيه دي اللي هو القضبيه قضبيه. من 3 ل 6، وهو ان الولد يميل اكتر لماما ويبقى بيميل. احنا قدامنا الوقت قصير فاحنا عايزين نظبط. تمام، اوكي، لما الموضوع الولد بيميل لماما وبيبقى دايما غيران من بابا، والبنت العكس. ايوه، طيب ماما بتبقى مش نستفزهم. ماما تبقى فرحانه بقى ابنها ابن حبيبي بيسمع كلامي ما بسمعش كلام بابا، وبابا فرحان ان بنوته دايما معاه، واي حاجه يا بابا يا بابا. طب جميل قوي، ولكن لازم على الطرف الثاني ان هو يقرب ويبقى هو بابا نويل للاطفال. يعني مثلا سي لو لبنوته، ماما دايما تحاول تقرب لبنتها، هي عارفه ان المرحله دي العلاقه اكتر بتبقى مايله للطرف الاخر اللي هو الجنس الاخر. ايوه، بيبقى الاب. فماما دايما اللي هي تبقى المكافآت، الحاجة الحلوة، الفستان الجميل. دور ماما يظهر على قد ما يقدر من 3 ل 6. طيب لو الموضوع عديناه وكبرنا دماغنا وخلاص وعادي بقى، ما هي البنت حبيبة أبوها والولد حبيب أمه وبيغيروا من الطرف الآخر. لا، أحيانا الطفل بيكبر وبيبقى هو متمرد على نفس جنسه ما يعرفش إيه السبب. مرحله الثلاثه لست سنين دي انت نقلتينا نقله جامده جدا. ما هي كل حاجه بتظهر. يعني احنا بيبقى في معانا مشكله مع يعني احيانا بيبقى خلاص الظواهر احنا برضو مش شايفين ان ايه سبب المشكله، لسه مش معروف. فبنلجا الى التحليل النفسي، وهو ده شغل التحليل النفسي. بنرجع بقى الطفل من اول ما كان بيبي صغير علاقته كانت في البيت عامله ازاي. فطب هو ليه بيبقى عنيف او علاقه مش كويسه مع نفس اللي بجنسه؟ لاني انا في الفتره 3 ل 6 سنين انا ما كنتش متقبله لنفسي نوعي. انا كبنت انا مش متقبله ماما. ايوه، انا كولد مش متقبل الاب بس مال الام، فانا مش علاقتي مش كويسه مع بس نفسي. بس دايما احنا يعني كامهات او اباء يعني بنحس ان دي مرحله كده بتاعت الطفوله اللي الغيره وخلاص وهتعدي لما يكبروا هيعقلوا ويفهموا. جميل، هي كل فتره بتتغير عندنا الميول. ولكن انا ما بعملش علاقه. احيانا في امهات اللي هو ايه بتبعد من البنت خلاص. ما دي بنت ابوها، ودايما كل اي حد بتكبر تقول ما دي بنت ابوها، ما ده ابن امه. يعني هي قصدك ان ممكن تصرفات الام تدعم الفكره دي عندها، ودي اللي أيوة تعمل مشاكل نفسيه. ايوه، ما يعني معالجتنا للموضوع هي الاهم في القصه. طبعا ان انا نقرب منها. عارفه المرحله دي مايلين، بس انت كماما او انت كاب قرب، لاني بعد 5 سنين المفروض ان الولد يميل اكتر لباباه، يبقى التصرفات يكتسب السلوكيات اللي هي سلوكيات الذكر. شوف يقلد بابا، نعمل مع بابا الكلام ده كله، فنبتدي نسحب دور ماما من عند الولد والعكس. طيب دكتورة سهر، عشان احنا وقتنا. تمام. المراحل دي. تمام. هل انا كأم داخلة على معايا طفل جديد، هل المفروض ان انا اقرأ فيها، ولا ان انا في كل مرحلة استشير حد من مثلا من بتوع الصحة النفسية لو انا حسيت ان في مشكلة؟ اعمل ايه؟ تمام، مش هنقول ان كل ظاهره بتحصل ان الطفل عنده مشكله نفسيه. هي بيبقى معانا بناخد فتره كده، هو السلوك لما بيتكرر كذا مره نقول ان دي مشكله بالزبط. هندور عليها لما احس ان هو انا لاحظت ان هو زياده. ماما بقى اللي هي تستعد من قبل الولاده. نقرا شويه التربيه في اول سنتين، مش هنصعبها عليها.
الطفل محتاج مننا ايه غير ان هو يرضع ونغير له ونأكل ونشرب ونفسح لا ندور على الاحتياجات النفسية. ريحت الناحية النفسية انت هترتاحي فيما بعد، لان احيانا الاضطرابات والامراض النفسية اللي ما بتبقاش ظاهرة واضحة بتسيبها امراض جسمية وبعد كده بتعمل مشاكل نفسية اكبر لما يطلعوا في مراحل كبيرة. كل حاجة زي ما نقول تاريخ مرضي، فهو التاريخ المرضي النفسي هنلاقيه دايما من الصغر بتأثر عليه بشكل او باخر. مش بنقول للكل، لكن في ناس بيبقوا شخصيتهم كده سهل ان هي تأثر فيهم نفسيا. دكتورة سحر شرفتيني، ميرسي خالص لحضرتك. شكرا. احنا لسه طبعا معاكم في فقرة تانية.